ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هكلمكم عن اهم الحاجات الغلط اللي بنعملها بتخلي فيه صعوبة في نزول الوزن وبتبطئ الحرق. اول حاجة خالص بتبطئ معاك الحرق ان انت وانسى انت قررت تعمل نظام غذائي فجأة بتنزل السعرات الحرارية جدا فيما لا يتماشى طبعا مع سوى مجهودك اليومي ولا وزنك. والافضل طبعا ان احنا نعمل نظام متوازن ونقلل السعرات بالتدريج، ده هيخلي فيه عندك حرق افضل وهيخلي عندك بعد كده صعوبة في ارتداد الوزن اللي انت نزلته. من الحاجات كمان اللي بتبطئ الحرق وبتخلي فيه صعوبة في نزول الوزن ان انت ما تاخدش كفايتك من البروتين. البروتين مهم جدا يا جماعة، مش بس لان هو بيشبعك لفترة طويلة، لا، لان هو البروتين من الحاجات اللي ليها الثيرمال افكت بتاعها عالي لو قارناها بحاجات زي الدهون والكربوهيدرات. ويعني ايه الثيرمال افكت بتاعها عالي؟ يعني جسمك بيستهلك طاقة اكبر عشان خاطر يقوم بعملية هضمه، فبالتالي بيساعدك اكتر على نزول الوزن. من الحاجات كمان اللي بتبطئ معاك الحرق ان انت تكون من الناس اللي بتعكس نظام يومها في النوم، يعني تكون بتصحى بالليل او طول الليل وتنام بالنهار او العكس. النوم مهم جدا لفترة كويسة، ويفضل طبعا في الوقت اللي هو من بعد 12 بالليل للصبح، لان مش بس جسمك بينشط الحرق اثناء النوم، لا كمان جسمك بيقوم بكل الاصلاحات تقريبا لاي خلل حصل خلال النهار في الوقت ده من الليل، ولان جسمك مظبوط على الساعة البيولوجية. من الحاجات كمان اللي بتخلي فيه صعوبة عندك في نزول الوزن نقص الكالسيوم، ولذلك انت مهم جدا تكون متأكد انت ما عندكش نقص كالسيوم او فيتامينز عموما، لان ده بيبطئ الحرق وبيخلي عندك صعوبة في نزول الوزن وانك بتحس انك طول الوقت خامل وكسلان. من الحاجات كمان اللي بتخلي فيه صعوبة في نزول الوزن قلة الحركة والنشاط. مهم جدا ان احنا نحافظ على اقل حاجة 120 ل 160 دقيقة اسبوعيا من الحركة المتواصلة، ده هيحسن حتى من اداء جسمك كله وهيحسن من صحة القلب والشرايين، وهيخلي فيه عندك صعوبة حتى ان يجيلك امراض زي امراض الضغط والكوليسترول او حتى الاصابة بالسكر. من الحاجات للأسف اللي مش بس بتزود الوزن، هي بتبطئ الحرق على المدى البعيد، انك تكون مدمن للمشروبات الغازية واللي مليانة صودا، لان ده للاسف مع الوقت بيعمل حاجه اسمها انسولين ريزيستنس او مقاومه الانسولين، فبيخلي فيه صعوبه عندك ومشاكل انك تنزل في الوزن، بالاضافه ان هو بيخليك عرضه اكتر من غيرك ان يجيلك مرض زي امراض السكر في المستقبل. من الحاجات كمان اللي بتزود الوزن معاك وبتخلي عندك صعوبه في النزول او بتبطئ الحرق ان انت وانس يعني مجرد ما نبدا نظام غذائي او كده بتقلل كميه الكربوهيدرات جدا، والافضل ان احنا نركز على الكربوهيدرات الصحية ومش نمنعها خالص، اللي هي زي الكربوهيدرات الموجود في الفاكهة والخضار وهكذا، ده هيخلي نزولك احسن وافضل. من الحاجات اللي بتخلي عندك مشكلة في نزول الوزن كمان ان انت تكون معتمد طول اليوم على وجبة واحدة، الافضل ان انت تقسم الاكل على وجبات صغيرة، بالتالي جسمك يحرق افضل. اشوفكم بألف خير وألف صحة ودايما في احسن حال.